صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 60 لسنة 2022 بتسمية الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تكون هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول.